مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بيت القصيد. في هذه الحلقة نذهب وإياكم إلى الأردن العزيز على قلوبنا جميعا، الأردن الذي لا ينفصل عن الخريطة العربية الواحدة. معنا هناك عبر سكايب الشاعر الأردني الأستاذ طه الفندي. أهلا بك طه معنا، وحياك الله مجددا في بيت القصيد. أهلا بك أستاذي مصطفى مطر، حياك الله، شكرا لك على هذه الاستضافة الرائعة، وشكرا لكل القائمين على هذا البرنامج الذي يعنى بإثراء المحتوى الأدبي العربي. أهلا بك طه مجددا. لو تكلمنا يا طه قليلا عن واقع الشعر من وجهة نظرك الخاصة في الأردن ككل، وكيف تتخيل مستقبل المشهد الشعري؟ هل الجمهور فعلا لا يزال يؤمن بفكرة القصيدة، أم أنه يتجه إلى فنون أخرى، أم هناك رؤية مختلفة لديك؟ تفضل. نعم، في الواقع أن الأردن غني بالشعراء القادرين على يعني إنجاز أو يعني تصدير العديد من القصائد التي فيها حس إبداعي جديد، ولكن يعني وبكون أن المجتمع الأردني مجتمع فتي كما تعلم، فمعظم يعني المقبلين على هذا الفن العريق هم من الشباب. نعم. ونجد في هذه الأيام يعني قبول غير مسبوق في هذه المرحلة على يعني الشعر. نعم. هناك أسئلة مختلفة سنأتي على تفصيلاتها، يعني نحتاج إلى لك أن تكمل تسليط الضوء أكثر على المبدعين. نعم، نحن بحاجة إلى تسليط الضوء أكثر على المبدعين تماما، كما يقول طه الفندي الشاعر الأردني. هناك أسئلة كثيرة سنأتي على ذكرها، ومنك نريد إجابة لها، ولكن كان هذا سؤال افتتاحي لا أكثر، ونريد كذلك قصيدة افتتاحية قبل أن نذهب إلى موضوع هذه الحلقة مباشرة. تفضل يا طه إلى القصيدة الافتتاحية، ماذا ستقرأ؟ سأقرأ لك من القصائد التي كتبتها مؤخرا. تفضل. إلى عشقي الأول وطني، وهذا الوطن الذي ننتمي إليه جميعا. نعم، إلى القصيدة يا طه. قصيدتي عنوانها مقدسي. تفضل. هذه القصيدة فيها جئت أن تصير كأنني مقدسي في يدي حجر، لو أنني لم أسطر غيرها لكفت بقيمة الحرف، لا بالكم نختبر، لكل مستضعف في الأرض قيل له اهجر بلادك لا أرض ولا شجر، لكل من أمسكت مفتاح منزلها وخبأته ولا تنفك تنتظر، لكل من أرعب الأغراب يرجمهم رجم الحجيج بيوم فيه قد نفروا، يا كل من أحدثوا بالأمس نكبتنا لولا تخاذلكم والله ما عبروا، أخرجتمونا من الجنات فارتقبوا يوم الحساب ونار الله تستعر، منا الوليد متى منا الوليد حلت ولادته مجددا، منا الوليد يا طه مجددا، منا الوليد منا الوليد متى حلت ولادته، تكاثرت حوله الآيات والسور، منا المقاوم انحانت قيامته يقول للموت أهلا ثم ينفجر، منا الذين يخاف الكون هبتهم لا يذكر المجد إلا حيثما ذكروا. الله، منا الذين يخاف الكون، منا الذين يخاف الكون هبتهم. مرة أخرى. منا الذين يخاف الكون هبتهم، يخاف الكون هبتهم، لا يذكر المجد إلا حيثما ذكروا، منا التي عند توديع ابنها رقصت ثكلى تزغرد آهات وتعتصر، والحرب لعبة أطفال، والحرب
لعبة أطفال يطيب لهم دور الذين قضوا أو دور من أسروا عدا الذين بنوا بيتا لصاحبهم وصاحب القبر عزى بعدما حفروا ناهيك عن عاشق ناهيك عن عاشق يهدي حبيبته عرس الشهادة لا في طرفها حور ليلى التي نال منها الذئب إذ سلكت دربا طويلا هي الأوطان يا بشر قصوا من الآن للأجيال قصتها واستغفروا الله عما قيل واعتذروا يا قدس لا تحزني يا قدس لا تحزني بالله أو تهني والظلم مهما علا يا قدس لا تحزني مجددا يا طه يا قدس لا تحزني مجددا يا قدس لا تحزني بالله أو تهني والظلم مهما علا يوما سيندحر ويشهد الله رغم البين يا بلدي الله الله والله والله أنت السمع والبصر هنا فلسطين هنا فلسطين أرض تنبت الشهداء لو هبت الريح لا نبقي ولا نذر إن كان في البوح تقصير فمعذرة ما أصدق الحب حقا حين يختصر الله الله ما أجملك يا طه ما أجمل هذا الانتماء إلى تربة فلسطين إلى القدس ما أجمل هذا الوصف الساحر الأخاذ وأنت تصور مشهدية درامية واقعية يعيشها الشعب الفلسطيني منذ أزيد من 70 عاما هؤلاء الأطفال الذين اتخذوا من الحرب والموت لعبة وهذا الشهيد الصغير الذي يأخذ عزاءه بنفسه قبل أن يرحل كبيرا يستذكر نفسه شهيدا وهو طفل متخيلا ذاته شهيدا وهو كبير ما شاء الله عليك يا طه ودعنا نذهب الآن إلى موضوع الحلقة الذي توافقنا عليه وإياكم ودعنا نتحدث عن فكرة ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كانوا من أصحاب الإبداع في أي مجال ما وأنت مبدع في مجال الشعر يعني ولا شك في ذلك كثيرا ما نجد أن المجتمعات العربية خصوصا للأسف ولا نريد هنا أن نعمم ولكن هذه الظاهرة يعني موجودة بالغالب مع الأسف الشديد كثيرا ما نجد أن الجهات الرسمية أو حتى عموم أبناء المجتمعات ينظرون لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة نظرة عطف وشفقة هل هذا ما تريدونه بالضبط يا طه؟ لا هذا عكس ما نريده تماما يعني دعني أوضح لك يعني ما هي هذه الشريحة تفضل هي في ربما تكون يعني قاصرة عن يعني بعض الوظائف الجسدية أو الصحية ربما في الحركة أو في السمع أو في البصر ولكنها مليئة بالإبداع وبالنجاح والتفوق في جميع المجالات نحن إلى اليوم مع أننا نشكل ما نسبته من 13 إلى 15% من نسيج المجتمع الأردني إلا أننا نواجه هذه النظرة نظرة العطف والشفقة من أبناء المجتمع ربما كانت هذه ثقافة موروثة ربما يصعب يعني إزالتها تصعب إزالتها يعني بسهولة ولكننا نعمل جاهدين أنا يعني كوني أحد النشطاء في هذا المجال في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة كوني من هذه الفئة نعم طيب ما الجانب يا طه دعنا نتناقش في هذه المسألة خصوصا من الدور الذي تقوم به ما الجانب الذي تودون لفت نظر الجمهور وعموم المجتمع إليه تجاهكم بحيث يتخلى عن نظرة الشفقة وينظر إلى جوانب أخرى حدثنا عن هذه الجوانب نريد أن نقول للمجتمع نحن نريد لا نريد أقداما لنسير بها ولكن نريد أقداما لنسير به نحن لا نشكو من
الإعاقة بمعنى أننا نشكو يعني من نقص أو حاجة للحركة، إنما يوجد مجتمع معيق ويوجد غياب للدور المؤسساتي الذي من شأنه أن يعزز وجودنا ويسلط الضوء على إنجازاتنا ونجاحاتنا في كل المجالات العلمية والعملية، وأن يتيح لنا فرص العمل التي تمكننا من أن نكون أشخاص منجزين ومنتجين لا نكون عالة على أحد. نعم، باعتقادك هل القوانين التي سنتها مواثيق الأمم المتحدة والميثاق العالمي لمنظمة حقوق الإنسان وغيرها، هل ترى أنها أنصفت فعلا هذه الشريحة من المواطنين أو الشريحة من الناس التي ينبغي النظر إليها بعين الإجلال والإكبار والتقدير، لا بعين الرأفة والعطف ويعني الشفقة الفارغة التي لا يريدها أبناء هذه الشريحة؟ هل فعلا القوانين الموجودة تخدمكم وتطبق عمليا على الأرض؟ القوانين قد تخدمنا نصوصا، يعني لو أن النصوص هذه طبقت على أرض الواقع لكان يعني واقعنا أجمل وأروع بكثير مما نحن عليه اليوم. للأسف لا يوجد تطبيق عملي لهذه القوانين، لا في العمل ولا في التعليم ولا في الصحة ولا في التهيئة البيئية والتي هي اللبنة الأساسية في تحسين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة. التهيئة البيئية ضرورية جدا، فإذا هيأت لي الأماكن، الأبنية، المتنزهات، المواقع العامة، أنا أستطيع أن أكون في أي مكان وأستطيع أن أشغل أي عمل. فللأسف نحن إلى اليوم لم تتوفر لنا بيئة ملائمة ومناسبة لقدراتنا لنتمكن من التحرك فيها والاستفادة من مرافق أي مكان، يعني سواء في المباني الحكومية أو في الأماكن العامة، الملاعب أو المتنزهات أو المواقع الأثرية. قبل أن ننتقل إلى القصيدة الجديدة يا طه، يعني هذه الحالة التي تعيشونها أنتم في الأردن خصوصا أو في المنطقة العربية ككل، لا نريد أن نسلط الضوء فقط على الأردن، هذه الظروف التي تعيشها شريحة الظروف يعني أو شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وما يصحبها من ظروف خاصة طبعا، هل تصنف نظرة المجتمع والمسؤولين فيه لكم على أنها عنصرية معينة أو تصنفها أنها جهل بطبيعة موقفكم وطبيعة ما أنتم بحاجة إليه؟ أنا أصنفها أنها تهميش يعني متعمد ومقصود، لأن الحركات يعني قائمة ونحن يعني نقيم مجموعة من التظاهرات والاجتماعات والمبادرات الشبابية التي يعني تحسن من هذه النظرة. يعني نحن مشكلتنا ليست مع المجتمع، مع أبناء المجتمع، ولكن يعني أو ربما كانت مشكلتنا مع أفراد معينين أو فئات معينة، فئات عمرية معينة من المجتمع، كالأطفال مثلا. لو أن كان في المناهج الدراسية مثلا آلية لتقبل الأشخاص ذوي الإعاقة لكان واقعنا يعني أفضل بكثير. الأجيال يعني يكبرون على هذا النهج وسيتقبلون وجودنا. أنا يعني أستاء عندما أرى طفلا صغيرا لا زال يعني يتعجب أو يخاف عند رؤيته للشخص ذوي الإعاقة. فهذه الثقافة يجب محاربتها. يعني إذن أنت تدعو إلى وجود بعض القصص، بعض النصوص في بعض المناهج، خصوصا المناهج المرحلة الابتدائية وهي المناهج التنشئة للأطفال، تحثهم على احترام ذوي الاحتياجات الخاصة، على مساعدتهم، على مؤازرتهم، على مقاسمتهم الحياة من أجل التكامل دون النظرة السوداوية أو النظرات السطحية التي للأسف التي تجد صدى أوسع. أتمنى أن يكون هناك تحقيق يعني واقعي لمبدأ الدمج الحقيقي في داخل الغرف الصفية، مثل إدخال لغة بريل لأصحاب الإعاقات البصرية مثلا، أو تعليم لغة الإشارة وتأهيل المعلمين الذين يؤدون هذه الرسالة لكي يكونوا قادرين على التعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الغرفة الصفية. سنكمل في هذا الموضوع يا طه، سنكمل في هذا الموضوع، لكن الآن نريد منك قصيدة جديدة، ماذا ستقرأ علينا هذه المرة؟ سنقرأ قصيدة بعنوان جثمان.
إلى هذا الجثمان، تفضل. قبضت رؤاه وأزدلت أجفانه، وبلا صلاة قد مضى جثمانه. هرم بعمر الياسمين فؤاده، عزفت له لحن النوى عيدانه. الله الله، لو أنه حاك القصيدة تملقا، لو أنه حاك القصيدة تملقا لذوي العروش لثبتت أركانه. لو أنه حاك القصيدة تملقا لذوي العروش لثبتت أركانه. أكمل. شرب البحور كما لو أن حروفها شهد وترسم جرحه أوطانه. الله الله عليك. ومضى يقارع صمت كل مداهن بالصليله، صان القريض صان القريض بنانه. تستذئب الأوراق تستذئب الأوراق تنهش حبره، تبكي عليه بحرقة أوزانه. الله عليك. قمران تحت جبينه، قمران تحت جبينه طافا به سبعا، وتسعى في اللظى أكفانه. هو لا يرى، هو لا يرى إلا سحابا ماطرا، خارت قواه وما ارتوت قيعانه. يا الله. مضغ الرحيل على مرارات الضعب، عسل وأثمن ما حوى الدكان. أعد هذا البيت يا طه، أعد هذا البيت. مضغ الرحيل على مرارة طعمه، عسل وأثمن ما حوى الدكان. الله عليك. أو تنكر الأيام صدق شعوره؟ لا والله. فمشرقة مسخانه أقران، متأرجح كالطفل فوق أنيقه. متأرجح كالطفل. طيب، على ما يبدو أن هناك إشكالية مؤقتة في التواصل مع الشاعر طه الفندي من الأردن. على أي حال، متواصلون معكم مشاهدينا الكرام ومستمرون. بعد الفاصل نواصل رفقة شاعرنا، فاصل قصير ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، ضيف هذا العدد من بيت القصيد معنا من الأردن عبر سكايب الشاعر طه الفندي. أهلا بك طه مجددا، ولعلك تعود بنا إلى آخر بيتين في القصيدة ومن ثم تكملها. تفضل إلى الشعر مجددا، ودائما منه وإليه يا طه. إلى آخر بيتين إذن، وأكمل بعدها. أو تنكر الأيام صدق شعوره؟ فمشرد مثخانه أقرانه. نعم. متأرجح كالطفل فوق أنينه، لله كم يقسو عليه زمانه. يا الله. فيهزه حتى كأن عظامه برحا تدار فبدلت ألوانه. خشعت له الأصوات
خشعت له الأصوات ذات تدفق شعرا تفجر في المدى بركانه توشيحة الأحزان تطرب سمعه وتشعبت من شدوها ألحان الموت يصحبه فبئس مظلة تلك التي ذبلت بها أغصانه فإذا قرأت الموت من أطرافه لا تعجبن فوجهه وبيانه متشبث بخيوط ذكرى لم يزل متأملا بالأمس فيه أمانه بالأمس كان إذا اشتكى من عارض بالأمس كان إذا اشتكى من عارض خضعت له أرض بها سلطانه واليوم يرتق روحه بقصيدة هيهات يرجع بالقصيد كيانه ومتى تساوى بالغياب حضوره ومتى تساوى بالغياب حضوره فرحيله أولى وآن أوانه فرحيله أولى وآن أوانه. أتمنى وأرجو أن يرحل هذا الظلم، هذا الاستبداد، هذا الاستبعاد، هذا التهميش، كل ما نرجو أن يرحل ليعود وجه الحياة أكثر صفاء وزهرا. أتمنى أن يتحقق هذا الرجاء كما يرجو الكثير يا طه. تقسو عليه أو يقسو عليه زمانه، لفتى أو رجل يقسو عليه زمانه. إلى أي مدى ترى أن مثل هذه الجملة الشعرية تنطبق على واقعك لا فقط على شخصك؟ تفضل يا طه. على واقعي؟ نعم نعم، يعني يقول الشاعر تجري الرياح أو بما لا تشتهي السفن. نعم. يعني كثيرا ما يكون لدى الإنسان أحلام وطموح، ولكن يعني ربما الظروف بغض النظر عن نوعها تقف حائلا بينه وبين تحقيق أحلامه. نعم. سواء في المجالات الأكاديمية أو في المواهب التي يعني رزق بها أو في يعني المجالات العملية، يعني في عدة مجالات ربما يعني يقص الزمان علينا، أحيانا يفوتنا يعني تفوت بعض السنين دون أن نصنع إنجازا. وأنا تعودت من صغري أن يكون لي يعني نجاحات في كل مجال يكون عندي شغف به، يعني لابد من تحقيق النجاحات المتتالية، وحتما هذه النجاحات المتتالية في المجال الذي أحب، حتما هذه المجالات المتتالية في المجال الذي تحب، حتما هذه النجاحات المتتالية ستتحقق في كل المجالات التي تحبها. طه الفندي شعرنا الأردني بإذن الله رب العالمين. طه، في آخر سؤال متعلق بالموضوع المتفق عليه في هذه الحلقة، يعني قد تجد مسؤولا ما يعني في بلد ما يخرج إلى الإعلام متباهيا فيقول قمنا بعمل اختبار على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو شخص مثل دور شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة متسول أو في إطار التسول، فجمع أموالاً أكثر من المتسولين الآخرين. ما الذي يرمي إليه؟ ما الذي يريد أن يشير إليه؟ كيف تقرأ مثل هذا الموقف؟ قراءتك الشخصية وما وراء مثل هذه التصريحات، لسيما إن كانت من مسؤول يتفوه بها مسؤول، يعني تفضل. يعني للأسف الكثير من المسؤولين يكون في غير مكانه المناسب، يعني الرجل غير مناسب أو الرجل يكون غير مناسب في مكان يعني لا يناسبه ولا يستحق أن يكون في موضع يعني صنع القرار. نعم. هذا مثل هذا التصرف يعني يغضب الشريحة بأكملها، ونحن لم نكن يوما متسولين، يعني نحن لسنا لا نتسول، حتى العاطفة والشفقة لا نتسولها من أحد. نعم. نحن فئة كريمة ولديها من العزة والشموخ ما توزعه على أمثال هؤلاء، يعني المسؤولين حسنت. الذين ربما غابت عنهم فكرة يعني أن يرتقوا
بمجتمعاتهم. نعم. أن ماذا يعني أن تحارب التسول بفكرة أو تقيس نسبة التسول بفكرة أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة؟ يعني أنت تستطيع أن يكون الشخص إذا كانت فكرتك ناجحة، ليس بالضرورة أن يكون شخص معاقل، ولكن كل الأشخاص البارزين والناشطين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة رأوا أن فيه هذا يعني إهانة، ولم يكن بالضرورة أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة. أحسنت يا طه، وإذا أردت أن ترسل برسالة إلى هذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة قصيرة، ماذا عساك أن تقول؟ قل أن علينا أن نفهم أنفسنا ونقدر أنفسنا، لأننا نملك طاقات عظيمة يجب استغلالها بغض النظر عن غياب دور المسؤولين. نحن نستطيع أن نغير الواقع بتكاتفنا والاتفاق على الطريقة التي يجب أن نعيش يعني عليها، والمستوى الذي يليق بنا وبنجاحاتنا والإنجازات التي حصلناها. إلى قصيدة جديدة الآن يا طه، ماذا ستقرأ هذه المرة؟ سنقرأ قصيدة لمن لمن يصد ويتحول. إلى ذلك الذي يصد ويتحول، لنتعرف عليه منك، تفضل يا طه. لا تنتظر عن صدهم تحويلا، لا تنتظر عن صدهم تحويلا، إن الهوى لمن استطاع سبيلا. الله، عجبا، كأن الشوق آخر همهم، وكأن لا أحدا سواك عليلا، وكأنما تلك الطفولة كذبة أنت الذي قضيتها تأويلا. هي آخر الذكرى وأولها معا مرض، وتسأل هل يدوم طويلا. صور على وجه السماء، فصورة تبكي وأخرى تستريح قليلا. أعد يا طه، أعد هذا البيت. صور على وجه السماء، فصورة تبكي وأخرى تستريح قليلا. يا الله، غفرت ذنوبك دمعة تدري بها يوم التي هطلت وكنت ذبولا، وتعود تهذي للحنين، ألم تتب حتى تزيد إذا فعلت نحولا؟ أشعل بداخلك الظنون، وربما ما احتجت غير الخاسرين فتيلا. أشعل بداخلك الظنون، فربما ما احتجت غير الخاسرين بديلا. هذا خلاصك بعد كل نهاية، أحرقت نفسك ما شفيت غليلا. يا الله، أعييت قلبك لا رويت تعلقا، فاسكب كؤوس الشعر صار سيولا، واصنع جميلك فيك وحدك، وارتقب لن يصنع الباقون فيك جميل. الله الله، ما أجمل هذه النصيحة، ما أجمل هذا المبدأ، ما أجمل هذه القيمة التي تعيش من أجلها يا طه. إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة العزيمة التي ينبغي أن يتحلى بها كل صاحب طموح، ليس فقط ذوي الاحتياجات الخاصة، نتكلم الآن الرسالة التي يرسلها طه الفندي إلى الجميع، كل من كان لديه عزم ما في مجال ما، سعيا إلى نجاح ما، ما الذي ينبغي عليه أن يحمله في نفسه وصولا إلى هذا الحلم وتحقيقه؟ والله علمتني الحياة أن أجمع كل الأمور التي كانت من شأنها أن تكسرني وأبني بها سلما أصعد به نحو النجاح. جميل. لا ننظر إلى الجوانب السلبية وإلى النصف الفارغ من الكأس كما يقال، ولكن علينا أن يعني ننظر إلى من هم حولنا. يعني هنالك أحيانا
يعني نريد أن نكون أقوياء، لا ليس فقط لأنفسنا ولكن لنقوي من حولنا، فهم يعني يستمدون قوتهم منا، لأننا يعني اعتدنا أن نريهم هذه الصورة، فلنظل أقوياء ولنحارب جميع المحبطين والسلبيين في حياتنا. ضرورة أن يظل الإنسان يعرف على دراية بنقاط قوته. يعني نعم، كلمني عن قيمة الحرية الآن يا طه. قيمة الحرية ما الذي تعنيه إليك؟ كيف تتخيلها؟ كيف تراها؟ ما الذي تحتاج إليه حتى تكتمل هذه الحرية؟ الحرية هي أن يعني أن يكون الإنسان يطلق العنان لإبداعاته، وإلى لأن يفكر بطريقة مختلفة ليست نمطية كما يفكر باقي الناس، وأن يكون قادرا على أن يغامر ويخوض العديد من التجارب التي يراها الناس ربما مستحيلة، ولكنها في الواقع ربما أو من الممكن جدا أن تحقق. الحرية أن تكون حقيقيا مع نفسك قبل أن تكون مع حقيقيا مع الآخرين، أن لا تكذب على نفسك ولا تكذب على الآخرين. إذا أردت أن تعاتب الوطن بلغة المحب يا طه، ما الذي سيحضرك؟ والله يعني لقد سألت عن عظيم. تفضل. كنت قد عاتبت الوطن ببعض الأبيات. نعم. قلت بلادك ثكلى عظم الله أجرها. يا الله. ترى من ثقوب الجيب يا صاحي فقرة، ترى تحت جفنيها سوادا كأنه دخان بنار أشعل الدمع جمرها. أعد الأبيات مجددا يا طه من جديد، تفضل. بلادك ثكلى عظم الله أجرها، ترى من ثقوب الجيب يا صاحي فقرها، ترى تحت جفنيها سوادا كأنه دخان بنار أشعل الدمع جمرها، وفي ثغرها سم به الموت ناقع تغلغل حتى لا نرى بعد ثغر. سأشهد إن قالوا أما ذقت حلوها، سأذلي بدلوي أن تقيأت مرها، يمر عليها العيد فالعيد وهي في عزاء كأن العيد يغتال نحرها، إلى أين تمضي مثل أسرى معارك تجر بأغلال شكى القيد جرها، بلادي كفاني صدع الحزن خافقي، من الموج أنفر كلما خط بحرها، بحثت مجددا يا طه، بحثت من جديد، بحثت كثيرا لم أدع فيك مسلكا. نعم. فلا بد من يسر سيحتل عسرها، ولا بد من نور ولو طال ليلها، متى فوضت لله والدين أمرها، بلادي بحفظ الله فالقول قوله، ولن يدرك الظلام يا صاحي قدرها، سيعلو هتاف النصر يوما وليس ذا بعيدا، ألا فارقب مع الفجر نصرها. ألا فارقب مع الفجر نصرها، وحتما هذا النصر سيأتي يا طه. كلمني الآن عن المطامح الذاتية الخاصة، لاسيما في عام 2021، في حدود ما يسمح بالتصريح والتعبير عنه. والله يعني أنا كوني أخوض تجربة جديدة، يعني كنت قد تزوجت الحمد لله من فترة ليست بعيدة، من حوالي 4 شهور، وهي فرصة حتى نبارك لك على الهواء، ونتمنى لك حياة طيبة
مددها السعادة وأملك من ورائها كل خير لكم بإذنه تعالى. أكمل يا طه. فأنا بصدد يعني خوض تجربة يعني ربما تكون صعبة على شخص مثلي على الأقل كما يتم تداوله في الواقع الذي نعيشه، وكنا قد تحدثنا عن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة. أحسن. خطوة مثل هذه يعني قد تكون صعبة، ليست بإمكان أي شخص من ذوي الإعاقة أن يكسر هذا الحاجز وأن يتغلب على النظرة المجتمعية ويقبل على هذه الخطوة. فربما تكون يعني اهتماماتي في الوقت الحالي على تشكيل الأسرة، وإن شاء الله يعني مشيئة الله فوق كل شيء أرزق بمولود وأكون يعني بمثابة الأب المثالي والقدوة بالنسبة له. وثقون من نجاحك، وثقون من نجاح هذا الحلم، وها هو قد تشكل واقعا، ولم يبقى إلا أن يضيء عليك حياتك مولود قادم بإذنه تعالى، فأنت تستحق كل خير. شاعرا وإنسانا يا طه الفندي، إلى قصيدة جديدة. أبشر. تفضل. رسول العشق، مذ تلاقينا وقلبي ليس فيا. جميل. فر مني بين كفيها عصية. مذ تلاقينا وقلبي ليس فيا، فر مني بين كفيها عصية. يا رسول العشق طمئنهم علي، لم أمت لكنني ما عدت حيا. قلت يا سلطانتي هذا فؤادي، قد عصاني وارتمى بين الأيادي. فاحكمي بالسجن عن ذنب التمادي، ويله ما كان جبارا شقيا. إيه. إنني لما تلاقينا وكنا مثل عصفورين غار الكون منا. يا لحسن الروض حين الروض غنى، تيمتني كلما نظرت إلي. زلزلت نبضي ولم ترأف بحالي، كيف لا إذ تعتلي عرش الجمال. جل من سواك معنى للكمال. الله. أنطق من كان في المهد صبيا. جدد في قلبي فنبضي طور أمرك، أوضعيه طوق ورد حول خصرك. ثم روي خافقي من عذب شهدك، تكفيه قبلة تكفيه كي يبقى نديا. وستظل نديا مدى الدهرين وعلى امتداد الفصول. الشاعر الربيعي المبدع اليانع فرحة وجمالا، ناضح إنسانية ومحبة، طه الفندي، كلمني عن القصيدة الغائبة. كيف تغازل قصيدة لم تأتي بعد؟ رسالتك إلى هذه القصيدة التي لا تزال متمنعة. رسالة إلى قصيدة لم أكتبها بعد. نعم. أتمنى يعني أن تكون أن تعبر عن الأشياء التي لم أعبر عنها بعد، يعني أن أكون قادرا على كتابتها بشكل سهل مبسط. يعني فوظيفة الشاعر أن يعكس مشاعره للآخرين لكي يجسد مشاعرهم، ويقول الواحد منهم وكأنه يتحدث عني. هذه وظيفة الشعر في الدرجة الأولى. إلى القصيدة الختامية ومسك ختام هذا العدد أو هذه الحلقة من بيت القصيد، إلى القصيدة التي تفضلها مسكا للختام يا طه. نعم، إلى القصيدة التي أفضلها مسك الختام، وأفضلها على يعني سائر القصائد التي كتبتها، القصيدة الأحب إلى قلبي. تفضل. وعنوانها ليجو. دوامة الوقت أم دوامة الكذب؟ دوامة الوقت أم دوامة الكذب؟ هذه السنين تراكيب من اللعب. ليجو بكفك يا أمي، فكيف كسى رأس البياض وحلمي ما يزال صب. شيبت ألف شعور في دمي،
فبدت في العروق شقوقا في البنى الخرب، نار بصدر قوافي التي انتظرت 20 عاما ولم تحضر ولم تغب. عشرون عاما ولم أحظى بخارطة غير التي أنزلتني في عدن أب. لما صرخت بأوراقي بكى قلم، أوشكت تنفد فهدى أيها العصب. أمي تداعبني قالت رأيت به والناس قد دهشوا جناً بقلب نبي، جناً يراود أشعاراً بخلوته لكن على خجل يحتال بالأدب. أنا الذي أورثته أمه مقلاً كوجه شمس مغيب ضوءها ذهبي، في كل قطرة عز كنت أرشفها جاء الملاك يجود علي بالرتب. يا ليتني الخاتم المنقوش في يدي، يا ليتني الخاتم المنقوش في يدي، شال من الرأس ممتد إلى الركب، شسع بأسفل عليها أرافقها حيث استقرت على الآلاء والسحب. أتلو بحضنك قرآنا أقبله، أتلو بحضنك قرآنا أقبله، لولا التعوذ بسم الله لم يطب. كي أستعد لدهر نصفه ألم والنصف منه متاهات من الكرب، عن ضمة الخوف من موت نكابده والإدرينالين يغزو غزو مقتصب. أفلتت منه وما أفلتت معصمها، كنا سجينين والقضبان من لهبي. سألتها كيف جرح يوم أن وضعت، قالت أتذكره دقت على الخشب. سألتها كيف جرحي يوم أن وضعت، قالت أتذكره دقت على الخشب. ما لونه؟ قزحي شكله، طفح ما زلت تقطف منه الصبر كالرطب. وقت الرضاعة كنت اخترت أيسرها حتى تظلل يمناها على الله. كنت الرضيع الذي استرخت قريحته على المعاجم والآيات والخطب. ما أجمل هذا البوح يا طه، ما أجمل هذا الوفاء للوالدة التي نرجو من الله أن يحفظها لك وأن يحفظ أمهاتنا جميعا وأن يغفر للراحلات من الأمهات اللواتي يبقين حاضرات ولا يمكن أن يرحلن لأن أثرهن باق بقاء المحبة في ضمير الإنسانية. رسالة أخيرة إلى الأردن الذي تحب في ختام هذه الحلقة من بيت القصيد، ماذا تقول للأردن ككل؟ أتمنى من الله أن يظل الأردن سالما وآمنا بعيدا عن المطامع وبعيدا عن الفاسدين، وأن يظل يعني ملاذا يعني للخائفين كما تعودنا وكما عهدنا أن الأردن شعبه شعب مضياف، شعب يتحلى بالشهامة والكرامة. أتمنى أن يكون لنا في هذا البلد متسع للتعبير عن إبداعاتنا ولخوض التجارب التي من شأنها أن تجعل منا أشخاص مميزين في المجالات العديدة، وخاصة إذا تكلمت عن مجال الشعر. فأتمنى من الجهات المسؤولة أن تدعم هذه الفئة، لأننا حقا يعني نمتلك العديد من الطاقات الشبابية الممتعة. أحسنت،
ونحن بدورنا نرجو لهذه الأمنيات الطهور أن تتحقق، كونها يعني نابعة من قلب غيور يأمل أن يجد موقعه الذي يستحق في وطنه الذي يقدر ولا يتخلى عن أبنائه، وهو بحاجة إليهم تماما كهم بحاجة إليه. طه الفندي الشاعر الأردني الجميل، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وأملي أن ألتقي بك مجددا في أقرب فرصة إن شاء الله. يعني يكون لنا لقاءات في قادم الأيام، فأنا متشوق جدا والله للقائكم، وما إن شاء الله سنلتقي من جديد حتى يتألق القصيد. دائما نلتقي من جديد ليتألق القصيد يا طه، دائما أكيد، هذا مؤكد. على هذه الفرصة التي أتحت إلي للتعبير يعني عن كل هذه المشاعر في الشعر أو في المواضيع التي تحدثنا فيها فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة. شكراً. شكرا جزيلا لك طه الفندي من الأردن. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة ضيف جديد، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.